هنا يوسف سوق شاحنه ليبيا نخدمو شدونا هنا عاشونا البارح يرحم والديهم ما قربوناش ما مسوناش ما ضربوناش اليوم الصبح فطرونا قصدي مرينا منهم الا الخير الحق لكن ما هو حتى هي هنا تونس يتحركوا حتى ما يشوفوا لهم حل في الراجل نتاعهم تحركوا مش عارف انا كيف يتواصلوا يديروا قصدي هذا كله مش حل احنا شادين هنا احنا لا نزيد ولا ننقص ورا وهم ناس معذوره والحل شني الحل في يد السلطه التونسيه هنا يتواصلوا يشوفوه لهم يكلموا يجيبوه يا سيدي يتكلموا بالتليفون يرفعوا له ناس من هنا قصدي ما يحيروش كدوله ما تحيرش تعمل المستحيل انا وانت نحير والدوله ما تحيرش حيت بنا الماشي ناس المجتمع المدني جيت مش حبيت نبين حاجه البارح نسمع في الصفحات ماجوره تحكي على يعني على عوان الامن يضربوا بالغاز بالعكس ذكر اخواتنا وكانوا بالعكس راهو معنا بالحق راهو في الوقفه الاحتجاجيه هي هذه كانوا مساندين لنا كانوا اخواتنا كانوا يحرصوا فيها الاعتصام هذه خيمه الاعتصام كانوا يحرصوا فيها اخوان الامنيين يعني صفحات ماجوره هذه نقول لهم يكفيكم من الفتنه وراو هذا راهو ما يجيش ورانا كنا تواس ذوك الامنيين هذوك حجر سياس البلاد هذيك راهم هما حجرها الدوله هذه راهو وذوك راهم اخواتنا اليوم وغدوه راهم هذوك نحن اللي باقيين فيها تونس اليوم الثاني على التوالي السبب نتاعها اختطاف يعني سي خونا عزين المثنيني يعني في على الحدود الليبيه ان شاء الله فما مساعي من الدوله تو حاليا عديد من الاخبار فما مساعي كبيره قاعده تصير ان شاء الله نسمع اخبار مزيانه في الايمان يعني في الساعات القليله القادمه ان شاء الله فما اخبار باهيه كذلك صفحات مأجورة أخرى تحكي على عملية دهس وعمل يعني شيء ما يصيرش راه تونس يكفينا من الفتنة راه في تونس الكلها تحكي في أحاديث يعني تسمع في صفحات فيسبوكية تعمل في شوشرة تعمل في فتنة كبرى يعني اتهامات باطلة على يعني على سكان عمادة الباطن هذا راه ما يجيش راه بالنسبة لإخواتنا الليبيين نهزك ليهم طرف طرف هذوما إخواتنا نحن وقت نقولوا راه التوانسة ما يعرفوش التوانسة نحن الجود وأهل الكرم رانا التوانسة راه وخاصة ابناء عماد الباطن ما يعرفونيش راه نحن راه كلها ضيف هذوك ضيفنا لنا خاطفين ولا حتى شيء هذوك ياكلوا معنا يشربوا معنا مالينا هذوك نحن وقت نقولوا خواتنا راهم خواتنا راه مش راه كليهم راه قول وفعل راه معلومة تو شهر تو رجلها تهز شهر ما سمى حتى معلومة قاعدين يوعدوا فيها في وعود كاذبة كل مرة يجيها نهارين ثلاثة أنا قاعدين نتفاوضوا نهارين ثلاثة أنا قاعدين نتفاوضوا وكلها وعود كاذبة وشهر رجلها ما تدريش عليه لا ميت لا حي ما تدريش عليه لا ميت لا حي مشت روحة لتونس أختي الوزير الدفاع الوزراء كلها دارت عليهم وعطوه وكلمة السفارة الليبية ما عملوا لها حتى قال لي هذا يقولها ما في بالنا بحد شيء ما في بالنا حتى بشيء مطالبكم مدام مطالبنا هي تو عملت احتجاج الاولاني شو الوالي ما باش يجيها شو الغادي ما باش يجيها عملت الاحتجاج هذا هي عندها هاي من ولا مستعمل فيها عندها نهارين وبيتين البارح هاني الخيمه هاني كريتها هاني الخيمه والناس بيتها للبرد والاولاد كلها بيتها الله يرحم والديهم الناس كلها بيتها في الشارع الخاطر شدت كوام الليبيه على جال كوام الليبيه باقي هما الوالي جاء وما باش يدخل لها الوالي جاها وما باش يدخل لها وعندها شر ما باش يجيها كي سمع بالكوامن الليبيه جا وجبت التعزيزات من البارح على جال الكوامن الليبيه ما جوش لها هي معناها باش يحموا اولادهم هما في تونس هنا ومشات لهم ما باش يقابلها معناها يحموا في الليبيه واولادهم ما يحموهمش اللي راجلها في الصحراء يمشي لا تعزيزات ولا عنده امن يلوحوا في الصحراء غادي وما في بالهمش بيا خلاص ها والوالي يجي معاه 20 قرقو وواقف غادي في الرمكوا وما حبش يدخل لها للخيمه لهنايات خطوتين ما حبش يهبط من الكهرباء يدخل لها للخيمه الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه